التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقات ومنافسات هذا المساء، انطلاقة عاشر أشواطنا في هذه اللحظات، شوط يحمل لنا نخبة جديدة مشاركة معنا في انطلاقات المساء والخاصة بسن الكبار 8 كيلومترات الحاضرة مع انطلاقاتنا للأشواط المفتوحة كما تتابعون مشاهدينا أمام الشاشات متابعي قناة الريان منافسات ميدان الشحانية في هذا المحل السابع وفي فترته الثانية وأسبوعه الثاني الخاص بسن الكبار. متابعينا الكرام أسير وأتابع البداية هناك والصدارة وأول المراكز مع تواق، هناك مع أول المراكز الهجن الشحانية ويتابع تواق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هناك مع أول المراكز من يفتتح النداء في هذا الشوط، وثاني المراكز أتابع السيف هنا قادم بثاني المراكز لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني هنا مع ثاني المراكز، ويتابع علي بن حمد بن حسين الجرحب مع ثاني المراكز، وثالث الأسماء وتابع القادم في هذه اللحظات يصل صنديد مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، ويتابع محمد بن خالد العطية ورابع المراكز من الجانب الآخر، هناك وتابع القادم في هذه اللحظات ممدوح لهجن الشحانية، ويتابع جابر بن سالم بن فاران مع رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، وخامس المراكز نتابع هناك ونتأخر مع خامس المراكز في هذه اللحظات يصل مع خامس المراكز مثير، يصل مثير لهجن الشحانية في خامس المراكز، ويتابع مثير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، وأختتم النداء مع هذه الأسماء. أعود إلى البداية إلى الصدارة ومنافسات سن الكبار، تحديات قوية ومثيرة نتابعها من خلال منافسات ميدان الشحانية وميدان التحدي في انطلاقات المساء. أعود إلى البداية إلى الصدارة كما أذكر بالتوقيت الأفضل، كما أذكر بتوقيت العيدة هي صاحبة أفضل توقيت في هذا المساء إلى هذه اللحظات، والمملوكة لهجن الشحانية وأيضا يتابعها ومضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران من سجلت أيضا أحرف من ذهب في أول انطلاقات المساء مع الشوط الأول الرئيسي مسجلة التوقيت الأفضل 12 دقيقة 52 ثانية و23 جزء من الثانية، أيضا كانت انطلاقة مميزة منذ البداية إلى انتهت أيضا في أول أشواط هذا المساء. إذا مشاهدينا الكرام أعود مع هذا الشوط ومع مجرياته ومنافساته وأسمائه، أعود هناك مع الصدارة مع مقدمة الشوط مع تواق لهجن الشحانية، ويتابع تواق العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هناك مع الصدارة مع مقدمة الشوط وثاني المراكز، أتابع ثاني الأسماء يصل السيف مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن حسين الجرحب يتابع هنا مع انطلاقة السيف وتمنى له التوفيق هنا مع ثاني المراكز، والثالث الأسماء يصل ممدوح هنا مع ثالث المراكز، هنا ينطلق أيضا بشعر هجن الشحانية في ثالث المراكز، ويتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران مع ثالث المراكز، ورابع الأسماء يصل صنديد هنا لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية مع رابع المراكز، وخامس الأسماء في هذه اللحظات مثير ولكن الإثارة قادمة من خلال ما أرى بالعين المجردة مشاهدين الكرام من الأسماء التي بدأت بالاقتراب والانضمام إلى ركب الصدارة، هناك مثير خامسا في هذه اللحظات
ينطلق بشعار هجن الشحانية ويتابع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا النداء مشاهدين الكرام، ولكن أعود إلى البداية، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. الله، أرى أيضا أسماء قوية قادمة ومنافسات مع انتصاف المسافة، قاربنا على انتصاف المسافة، ولكن الأسماء بدأت بالاقتراب من بعضها في هذه اللحظات. أيضا انطلاق قوي، وبدأت أيضا هذه الأسماء تزيد من السرعة في هذه اللحظات مع انتصاف المسافة. أعود إلى البداية، إلى مقدمة الشوط هناك والصدارة. أعود هناك مع البداية مع الصدارة، تواق لهجن الشحانية هناك على البداية منذ الانطلاق. الله الله يا تواق، الله يا الوهيبي العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع الصدارة مع مقدمة الشوط. ولكن دير بالك، ممدوح ممدوح قادم من مركز إلى مركز، يغير وينطلق بدوره في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز لهجن الشحانية. أيتاب الشبل جابر بسالم بن فاران، ولكن ثالث الأسماء السيف. السيف هنا أيضا قادم منطلق مندفع أيضا بمنافسة قوية لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة. الثاني علي بن حمد بن حسين الجرحب هنا يتابع السيف، وانطلاقة السيف معنا في هذا الشوط القوي والمميز. ولكن هنا يتابع رابع الأسماء دهام. دهام ما جبنا لطاري دهام، أول نداء لدهام يصل في هذه اللحظات لهجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد العطية يصل أيضا مقدما لنا دهام بشعار هجن الشحانية مع رابع المراكز. ولكن القادم أو تابع القادم في هذه اللحظات والواصل في هذه اللحظات صنديد لهجن الشحانية، هنا يصل خامسا في هذه اللحظات ويتابع محمد بن خالد العطية. ولكن أرى أسماء قادمة، منافسات قوية. أعود إلى البداية، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. ممدوح هنا غير على الصدارة، غير على مقدمة الشوط، انتزع الصدارة في هذه اللحظات لهجن الشحانية، ويتابع ممدوح جابر بسالم بن فاران. ولكن من هناك من الجانب الآخر وتابع تواق، تواق لهجن الشحانية مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. السيف أيضا بدأ ينضم ويقترب من المراكز الأولى بشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة. الثاني هنا قادم مع ثالث المراكز الثلاثية على الصدارة، الثلاثية على مقدمة الشوط، ممدوح وتواق والسيف. الله، انطلاق قوي. ولكن اتابع رابع الاسماء هنا والقادم دهام، بدا يداهم دهام وينطلق بدوره الى رابع المراكز لهجن الشحانيه في هذه اللحظات. وايضا يتابع محمد بن خالد العطيه، وخامس الاسماء القادم في هذه اللحظات هنا يتابع صنديد لهجن الشحانيه. محمد بن خالد العطيه يتابع صنديد على خامس المراكز. ولكن ايضا بدأ ايضا الانطلاق هنا، وتابع اسماء قادمة ومنافسات قوية. وصل مختار من يصل يتحرك في هذه اللحظات، ينطلق الى خامس المراكز لهجن الشحانية. ايتابع الشبل جابر بسالم بن فاران هنا مع خامس المراكز. ولكن اعود الى البداية، الى الصدارة، الى مقدمة الشوط هناك، والانطلاق على البداية على الصدارة مع تواق. الله، رباعية على الصدارة، انطلاق رباعي هناك من خلال هذه الأسماء، ممدوح وتواق والسيف. وأيضا هنا أتابع دهام، ولكن الله، ينضم خامسا في هذه اللحظات مختار مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى ممدوح هناك مع الصدارة مع مقدمة الشوط لهجن الشحانية. الله يا ممدوح، دير بالك يا الشبل، هنا مع هذه الانطلاقة من قدم العيدهية يقدم لنا أيضا ممدوح في انطلاق قوي، في تحدي مثير في هذا الشوط.
الشوط. الله الله الله، 1500 متر ما تبقى عن خط النهاية. الله يا ممدوح، وانطلاقة ممدوح، ولكن دهام هنا قادم. دهام الله لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية غير دهام مداهمة قوية لانتزاع المركز الأول مع دهام المشاغب. غادر، انطلق دهام في هذه اللحظات. الله يا دهام على هذا الأداء والعرض المميز، ولكن أتابع أيضا وصل الإمداد، وصلت المساندة من خلال انطلاقة مختار لهجن الشحانية في هذه اللحظات. جابر بسالم بن فاران هنا أيضا يقدم مختار مع ثاني المراكز والاسم القادم في هذه اللحظات. وصل القحيدي لهجن الشحانية مع رابع المراكز، وصلت الأسماء، ولكن أعود إلى البداية، إلى مقدمة الشوط. دهام مع الصدارة مع مقدمة الشوط. الله الله دهام، ولكن الخطورة قادمة. قادم قادم مختار، مختار، ولكن الله من القادم في هذه اللحظات. وصل القحيدي، وصل القحيدي، وصل سنديد. الله الله، تكتيك أيضا، تكتيك على الصدارة على مقدمة الشوط. كر وفر في انطلاقة هذه الأسماء، ولكن الله الصدارة مع دهام، والخطورة قادمة مع القحيدي. القحيدي وهنا أيضا أتابع صنديد، صنديد قادم، القحيدي. الله، تغيير للمراكز، انطلاق أيضا في هذه اللحظات، ولكن صنديد، صنديد لهجن الشحانية في هذه اللحظات. ينطلق المشاغب محمد وخالد العطية مع صنديد على الصدارة على مقدمة الشوط. وهناك القحيدي لهجن الشحانية وجابر بسالم بن فاران، ثنائية مميزة، انطلاق قوي وسريع في هذه اللحظات. الله، القحيدي، القحيدي غير، انطلق القحيدي في هذه اللحظات لهجن الشحانية مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الحاسمة. القحيدي، القحيدي هنا ينطلق أمام خط النهاية مع اللحظات الأخيرة لهجن الشحانية. أيضا نهني هجن الشحانية على هذا الفوز المستحق، والتهنئة للشبل جابر بسالم بن فاران ثاني المراكز سنديد لهجن الشحانية، وايضا محمد بن خالد العطية من تابعه في ثاني المراكز. ثالث الاسماء كان الوصول دهام من وصل ثالثا لهجنة الشحانية، ورابع المراكز، رابع المراكز كان الوصول من مختار، وخامسا شداد لهجنة الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز المستحق. نتابع من خلال الإعادة مشاهدينا الكرام للمراكز الثلاثة الأولى. هنا لحظات الوصول، أتابع القحيدي ولحظة وصول إلى خط النهاية. 13 دقيقة 15 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا لهجنة الشحانية، والثانية لشبل جابر بسالم بن فاران ثاني المراكز. كان الوصول من دهام 13 دقيقة 15 ثانية 59 جزء من الثانية. تهانينا لهجنة الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية ثالث المراكز. إذن مشاهدينا الكرام نتابع في هذه اللحظات ثالث المراكز، 13 دقيقة 24 ثانية 65 جزء من الثانية. من وصل ثالثا كان دهام لهجنة الشحانية، الثاني محمد بن خالد العطية. تهانينا.